زيارتنا اليوم كانت لمنطقة شفا بدران، وبالتحديد لجمعية دارات سمير شمع، هالبيت اللي صمم لكبار السن اللي بيرغبوا يعيشوا باستقلالية وراحة بعيد عن العمل والإزعاج والضوضاء اللي بتترافق مع أجواء المدينة. جمعية دارات سمير شمع عم بتقدم 6 برامج. البرنامج الأول اللي هو الصحي، أول ما يجي النزيل عندنا نفتح له ملف نفس نظام المستشفى، بنحط السيرة الذاتية كلها، وبكون في متابعات من الأطباء 2 مرات بالأسبوع لإله، أساس إنه نضل مشيكين على حالته. عندنا التمريض على مدار الساعة موجودين، بياخدوا علامات حيوية 2 مرات في اليوم صباحا ومساءا، عشان نضل متابعين حالة النزيل إنه ما يصير عليه أي انتكاسة، عشان إذا صار لا سمح الله نوديه على المستشفى. هذا بالنسبة للبرنامج الأول. البرنامج الثاني التغذوي، عندنا أخصائية التغذية. الأخصائية التغذية هاي بتاخد الملف الطبي وبتعمل برنامج أكل، إيش لازم يأكل النزيل وإيش مش لازم يأكل، وما بنكتفي به هيك، بتجلس مع النزيل نفسه وبنعمل ناخد منه إيش بحب وإيش بكره، وبنعمل توليفة كاملة، وبنعمل بنظام برنامج وبنزل على المطبخ، وبطلع لكل نزيل حسب إيش المشاكل الصحية اللي موجودة عنده بنودي له الأكل. البرنامج الثالث اللي هو نفسي واجتماعي والروحي، عندنا أخصائية نفسية وأخصائية اجتماعية. الأخصائيات دول من واجبهم إنه يجلسوا مع كل النزل اللي موجودين عندنا، كرمال إنه يخفف عنهم الحياة أو أعباء الحياة اللي موجودة، كرمال إنهم تركوا بيوتهم وتركوا عيالهم وتركوا أولادهم، أو إنه في شرخ صار في العيلة عشان هيك هم إنه صاروا في دار مسنين. فواجب الأخصائية هاي إحنا بنختصرها بكلمة، يمكن إنه الكاسة إذا تعبت لازم تتفضى جزء منها، كرمال إنه يقدروا هم يعيشوا إنه يكملوا مسيرتهم. في عنا برضو كمان شيخ بيجي كل فترة بيعطيهم محاضرات دينية، أساس إنه نثقفهم دينيا ونكبر الوازع الديني اللي موجود عندهم. البرنامج الرابع اللي هو كيف نؤخر الشيخوخة. إحنا أخذنا إنه اهتمينا بصحة النزيل اللي موجود عندنا من ناحية صحية، ورجينا إيش لازم يأكل، والأخصائية النفسية والاجتماعية كملت الشغل هذا، فبضل عنا مشكلة شغلة الدماغ. هلا احنا بنلاحظ انه كبير السن لما يوصل لعمر معين ببلش انه عنده امراض الخرف او امراض كبار السن بسموها، بصير في منحنى بنزل مره واحده. فاحنا اخذنا الدماغ، الدماغ عباره عن عضله، والخلايا الدماغيه هي الخلايا الوحيده بالجسم اذا ماتت ما بتتجدد، فبلشنا نشتغل على محفزات. المحفزات هاي منها برنامج الألوها، لعبة البازل، كلمات متقاطعة، وفي برامج خاصة على الكمبيوتر عم نستخدم عشان يلعبوا جيمز معين. هلأ كل الشغل هذا عم نشتغله كرمال إنه زي ما حكينا المنحنى ما ينزل يعني بشكل كبير، ينزل تدريجي عشان نخفف الأكسدة، عملية الأكسدة اللي بتصير في الدماغ زي ما حكينا عن طريق المحفزات. وما اكتفينا بهذا الحكي، دخلنا إيش لازم يأكل النزيل، لأنه في بعض أنواع من الأكل بتساعد عدم أكسدة الدماغ. هلأ بعد البرنامج هذا دخلنا على البرنامج الخامس اللي هو أنشطة داخلية ورحلات خارجية. هلأ معظم أوقات السنة وخاصة بفترات الأعياد الرسمية بتكون صعبة جدا على المسنين، خاصة اللي بيكونوا في الأماكن الإيوائية زي مثلا بدارات سمير شمع. فإحنا بنعمل إنه نعمل لهم رحلات، نعمل لهم أنشطة خاصة منركز بيكون في زخم أكبر فترة الأعياد والمناسبات. والأيام العادية إحنا بلشنا إنه مثلا كل شهر شهرين نعمل نشاط، هلأ بلشنا إنه رجعنا لكل شهر، ووصلنا لمرحلة إنه كل أسبوع لازم يكون في نشاط لنشاطين. احتفال مسنين الجمعية باليوم العالمي لكبار السن كان بحضور سمو الأميرة بسمة بن طلال، وبحضور عدد من الوزراء. الدكتور عبد اللطيف بوريكات أكد من خلال كلمته على ضرورة رعاية الشباب لكبار السن في فترات شيخوختهم وضعف قدراتهم وفاء لهم. أصحاب المعالي والعطوف والسعادة، سيداتي وسادتي، إن تشيخ السكان يحتاج إلى اتخاذ تدابير لضمان الاستدامة المالية للرواتب التقاعدية والنظم الصحية، ومن هنا عملت وزارة الصحة على شمول كبار السن في مظلة التأمين الصحي عام 2007 بمكرمة ملكية سامية، وتعمل بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية
والهيئات الوطنية المعنية على تنفيذ العديد من الأنشطة المتعلقة بتحسين الخدمات الصحية المقدمة لكبار السن، بدءا من إقرار الاستراتيجية الوطنية التي اشتملت على عدة محاور، منها المحور الصحي الذي يهدف إلى توفير رعاية شاملة تتراوح بين برنامج تعزيز الصحة الوقائية والعلاجية والتأهيلية لكبار السن. كذلك قامت بتدريب وتأهيل الكوادر الصحية لتقديم الرعاية الصحية لكبار السن من خلال مراكز صحية صديقة للمسنين. أما وزيرة التنمية الاجتماعية نسرين بركات قالت إنه الوزارة بتعمل على إقامة نوادي نهارية للمسنين لزيادة التفاعل والتواصل معهم. ممثل منظمة الصحة العالمية في الأردن الدكتور أحمد باسل اليوسفي من جهته قال إنه شعار المنظمة للاحتفال باليوم العالمي لكبار السن سلط الضوء هالسنة على مساهمة كبار السن في إيجاد قوة جديدة في مجال التنمية. ويواجه المسنون تحديات كثيرة في حياتهم، ففي المجتمعات الصديقة لهم تعتمد السياسات والخدمات والتركيبة التي تتعلق بالبنية الطبيعية والاجتماعية تصميماً بحيث تدعم وتساعد كبار السن على التفاعل الاجتماعي والعمري، أي للعيش بأمان والتمتع بالصحة الجيدة والحياة الكريمة ومواصلة المشاركة في المجتمع، بحيث يمكنهم الوصول إلى المؤسسات العامة والتجارية والخدمات بأنواعها. من ناحيتها مديرة البرامج الاجتماعية في أمانة عمان الكبرى المهندسة نانسي أبو حيانة قالت إنه الأمانة أنشأت قسم خاص بكبار السن بتولى تقديم برامج هادفة بتساعدهم على تفعيل دورهم التنموي ودمجهم مع جميع فئات المجتمع. إننا في أمانة عمان الكبرى نولي كبار السن أهمية خاصة إيماناً منا بأهمية هذه الفئة ودورها الريادي والتنموي الذي قدمته ولا يزال أمامها الكثير لتقدمه. من هنا فقد تم إنشاء قسم خاص بكبار السن ضمن أقسام دائرة البرامج الاجتماعية ليتولى تقديم البرامج الهادفة لهم ضمن خطة زمنية تنبثق من رؤية ورسالة تسعى إلى تفعيل دور فئة كبار السن في تقديم وتنمية مدينتنا الحبيبة عمان. سمو الأميرة بسمة بنت طلال قعدت بين المسنين، استمعت لقصصهم وحكاياتهم واستمتعت معهم بسماع فرقة بيت الرواد التابعة لأمانة عمان الكبرى. جمعية دارات سمير شمة وفرت للمسنين أجواء مناسبة من سكن مريح بيساعدهم على ممارسة نشاطات مختلفة داخل وخارج حدود الجمعية. لبرنامج دنيا يا دنيا، إيلين يوسف.